السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلامي دمان تينا ميل والبا أدجوكتان قصة دمانتا وقصة جعيل بلس لدك وحيدة هين ونحريس ما هن جعيل ضو شوعا جاي بركاش وويل كسو جيدو دالك هندية انتو اسكولك كو جيري اما انتو اسكولك ديگاناي وحو برتاي غبر لاي راهدو سونيتا غبردان يو بركاش اسكولا اسلا ديگان جيرين مدوكا ديبنا وجعلاضي مروالبو اسكولك اسكو ارك جيرين مركا ويلكا لاي راهدو بركاش وجعلاضي بلسي ومشيقن جعل كيسا بركاش وحو دهي وحان درامي اناي ايضا اجعلين مركا سيدا درتيت وانكبخي ومشيقنين معناها وان خريي جعيل كان أخبه مدو كدب دوكسي سارة أي دمايين أما مركي كبحين دوكسي سارة قفل ب ودديس أيو خبصده بركاش يو سونيتا مركو هرب وحي اسكو أركي جيرين اسكولك مركا ما دام اسكولك أي دمايين والسوهي معناها قفل ب ودديس أيو خبصده قفل ب نولشيس أيو راتسده بركاش وحودة هاي قبادان أولي رهدو سونيتا وان جعلا انتا انكلا مخنين منا إلاوين بلسة ما أبودين إن أنا أشاكت جعل كهيجا ما دام أيضا إجعلين. مد كلا وحود هاي حريرك حتى وأنك جوستي. سكول كان سكو أركي جرني سكول كي هذا لحري والسواي. مركا سد حصانه أي كلام خناين. سد حصانه كدب أي جبدا لا يرى هذا سونيتا ويل كلا يرى هذا بركاش تليفون أصدرته. مالنتا أي تليفون كأصدرته وحي هاد مالنتا الله شديسة. ويسوى عذي وحيد هذا يحبي برهدي الله شو عن إذا هذي كدب وحي بلاوين. إنه إسلا حريران مر لبات مركا يصوى عذي أي سورة ذي سي بركاش وفرحي محايا لي مركا هوري لمبركات أيوه لي مركا لباتنا أيضا أي سورة ذي سي تاسنا وحو درامي إنه يجعشهي مركا وحو بلاوي إنه لحريرو مرولب وحريرك قوين وقدم بيننا جعيل كيس أيو أشيكتي مدكالة أيضا وحيد هذي وان جعلا بلسة وحان سوغاي إنه أصاق جعيل كيس أي شيكتو أيضا وحي سوغاي سي إنه أصاق أشيكتو جعيل كيس أصاقنا وحو سوغاي إن أو أيضا أشيغتو جعل كيضا لابدو تعني ويكالا دان سنائين على أي تحال بركاش إيو سونيتا ويس جعلادين مركا مدى إسلاسو عدين مدى كدبنا وحيقو أنسادين إناي إس قرسادان بركاش وحوقو أنسادين إنو قرسادو قبادان مركا وحاد عدي أيوغو أروسك إسكو ديارين آيو أيا قبادان لاي راهدو سونيتا شيل باور قشي بركاش مو أوغين إن أو سونيتا شيل قشي ماليمو كدب أيا لاسو شايقاي كدب وحو آذي سبتالك دخاترتي أيو لكلمي وحيدة هين لا وعوين أيا قاري قاليهم بدن أي قشي مركا فوالحومي نخطي معناها وجي قدن أيا كهاللاوي مركا هدا بركاش وحالا قربا إنو خاطو قوان إنو كتاقو ما داما أي إسبدا شي خفتي هوري ماهن أما إنو كتاقين أو أروس كيسا أما ديارن تأروس كيسا سيواتو مدى أيو فكري وقدن بين وحودة هاي وان غورسنا وحو غو انسداي انو كاتاجين انو نولشي سلا خاطو ايدا غبدان اولاي رهدو سونيتا مر بدن اي خلين غشاي مر بدن ايا لسكو دايي ان وجيغا لو قرخيو دخاترتا انت اي ابودان وي سمعيين وغو دنبن سيدان اي كوسو بخداي اسبيتالك اي كوسو بخداي ايدو عافيمات خبتا ايدو سكون كرتو ايو ايدو هادلي كرتو ماركا اسبيتالك ماركي كاسو بخداي ويلكا لاي رهدو بركاش غبدي ايو دونتي خلاص اسبيتالك اي كاسو بخداي عافيمات اي خبتا وي سكون كرتا way hadli karta wuxuu sameeyay gabadhii ayuu doontay marka waxa dhacday wiilka markuu doontay gabadha dadka way la yaabeen macnaha gabar aad guursatid ma weysay maxaa karabta ama maxaad ku jeclaatay gabadhan oo san u eeg waxay dhahayn caruur haday ku dhasho ama ilmaha haday ku dhasho ilmaha ayada ayuu akaanayaan yaani ilma fool xuma ay ku dhali doonta taasna waxay ahayd wax macquul ahayn waxay leeyahay qoftan shil ay gashay waxa isku madalaynin mid kale waxay dhahayn jacaylka aad u qabtid gabadhan san u fulxun jacayl ma ahan adiga ayaa u maleysa inuu jacayl yahay balse waa naxariis dhaawac ayaa gaaray dhibaato ayaa qabsatay marka naxariis ayaa ku gashay ma rabtid inaad ka tagtid ayadoo xanuunkan haayo waxa diideysa inaad uga dartid xanuunka ayada haayo inaad uga dartid xanuun kale xanuunka oo kala fogaashayna marka waxaan waa naxariis jacayl kama ahan iska dhaaf gabadhan barakaash wuxuu sameeyay hadalada dadka dhan
dhinac ayuu u tuuray ma dhageysanin dadka waxay sheegayaan gabadhii ayuu doontay gabadhii waa loo ogolaaday kadib wuu guursaday aroos ayuu dhigtay asagoo faraxsan gabadhii uu jeclaa ayuu guursaday ama gabadhii uu jeclaa ayuu aroosay calaayid xaal qisadan waxay ahayd mar hore maanta barakaash iyo soonita waxay leeyihiin ama waxay u dhashay laba gabar oo weliba caafimaad qaba barakaash ugu dambeyn wuxuu dhahay gabadhan wuu ammaanay wuxuu dhahay waan jeclahay waa nolosheeda waa farxaddayda inkastoo ay dadku u maleeyaan in aan naxariis ahaan aan ku guursaday balse naxariis ma ahan wuxuu dhahay aad ayaan u jeclahay gabadhan qisada intaasay ahayd marka waxaan rajaynayaa inaad ka hesheen qisada haddii aad ka heshay la wadaag asxaabtaadii ama u sheergarey marka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaam kamerada wallahi wax jira maaha laakiin iska dulqaadanayna oo weliba faa'iido u noqon doono dadka awoodin inay ingiriiska ama xisaabta caadiga ma ahan balse cilmiga xisaabta mafahmuusa jaamacadda ayuu dhameeyey wuxuu noqday macalin jaamacad ma aragte dadaal weyn ayuu galay online ayaad soo gale macalinka life ayaad u sheekaysan karkartiin online ayaad soo gale macalinka ama online ayaa soo gale waxaa jiro koorso online ayaa soo gale waxaa jiro fasal kaamirada ayaad furan kartaa macalinka ayaad dhegaysani si oo macalimiintaas lacag loo siiyo yani adaa lagaa qaadaa ayaa la siinaa applicationkan oo lagu magacaabo Duolingo maanta application keliya ma ahan waa shirkad sanadkii soo geliso $90 million waxaana ka shaqeeyo 200 qof ka badan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa idin salaami marka ka tilaabsa arintan almuhim kun iyo sagaal boqol todobaatan iyo labadii Teresa iyadoo jirto toban iyo todoba sano ay waxay aaday waxay afduubteen diyaarad ka soo baxday Vienna dalka Austria oo imaatay ama usoo socotay dhulka meelaha degaan idiblahaw marka arrinta waxaa soo galay dadkan oo la yidhaahdo Saliib Al-Axmar istalaabada cas ama istalaabada kuwa diyaaradda afduubteen waxay ahaayeen laba gabar iyo laba wiil labada wiil waa la oo kuwa diyaaradda afduubtay waxay ahaayeen laba wiil iyo laba gabar labada wiil way dhinteen laba gabar ayaa xabada ayaa ku dhacday dhaawac ayay gaareen kadib waa la qabtay ayagoo dhaawacansan marka waxay iska degtay dalka Tunis kadib haddana waxay degtay dadka marka waxay iska degtay dal marka waxay iska marka waxay iska aaday dal qisada maanta waxay ka hadlaysaa dhalinyaro fadhi soo gateen ama kursi telefoonkan ilaa wee kow labo saddex qaybta koowaad zaczaca maalin walba wax le samey mar zoom samey kaamerada xagg gey zoom mar kaamerada inta keen saa haddaan dhaha waa kana waa taaban karaa maalin walba wax cusub weli sidii aan rabi waa aragta sidii aan rabi weli ma noqonin hal samena iska dulqaadana sug macnaha asagoo shan sano jir ah wixii dhacay muu soo xasuustay okay sorry.